كما شدد لاعبو المنتخب الأرجنتيني ماكسيميليانو ميزا ولوتارو مارتينيز وروبرتو بيريرا على أهمية البطولة ومدى فائدتها على المنتخب واللاعبين، بالإضافة لحديثهم عن غياب ليونيل ميسي وغونزالو هيغوين. مباريات البطولة قوية جدا ومهمة لكافة اللاعبين والمنتخب الأرجنتيني منتخب متكامل والأسماء المتواجدة تقدم ما عليها رغم غياب ميسي وهيغوين، فكلنا نعمل بجد لمصلحة الأرجنتين. سعيد كذلك لتواجد ديابالا معنا في المنتخب، فهو نجم كبير وحضوره هام جدا في صفوف المنتخب. حقيقة إنها بطولة مهمة ومباريتها قوية، أعتقد أنها جاءت في وقت لخوضها كذا مواجهات والتي ستكون أفضل تحضيرا لمشوار المنتخب في البطولة الرسمية. مباريات هذه البطولة هي مباريات قوية وكافة اللاعبين مستعدون لتقديم أفضل ما لديهم لتمثيل المنتخب الأرجنتيني. تواجد ميسي وهيغوين مهم دوما للمنتخب، لكن اللاعبين قادرون على تعويض غيابهم. أعتقد أن منتخبنا اليوم هو منتخب متكامل وجاهز دوما.